السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليومية. أرضى نتكلم عن دعاء مريح جدا بعنوان دعاء التيسير في كل أموري. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم إني أسألك التوفيق في الحياة، اللهم إني أسألك التوفيق في طريقي كله وفي حياتي كلها، وأسألك الراحة، راحة في نفسي وراحة في عقلي، وأسألك التيسير في كل أموري. اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمور وضيق النفوس والصدور ومس الضر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقبه حسرة أو يعقبه ندامة. اللهم إني أسألك دعاء لا يرد، دعاء لا يحبس عني الرزق وإنما ييسره لي. تزورونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.